المحلي سيكون بأن البرلمان يطالب العبادي بتقديم كابينته الوزارية بموعد أقصاه بعد غد الخميس. أما في الإقليم سيكون محافظ الأنبار الحل الأمثل لإنهاء معاناة الفلوجة هو بالشروع في تحريرها من داعش. وفي الدولي سيقول دول الخليج تواصل ترحيل لبنانيين من أراضيها بحجة الانتماء والتعاطف مع حزب الله. كل هذه الأمور ممكن أن نناقشها لكن بعد فصل قصير. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. أمهل البرلمان العراقي في جلسته المنعقدة أمس رئيس الحكومة الدكتور حيدر العبادي إلى الخميس المقبل كحد أقصى لتقديم كابينته الوزارية الجديدة سواء بشكل كامل أو بشكل جزئي. وجاء قرار البرلمان بعد مشادات شهدتها جلسة مجلس النواب أمس، حيث اعترضت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري لأن البيان تضمن مفردات فهمت على إنها محاولة لإعادة إنتاج مفردات المحاصصة وتوزيع المغانم على الكتل السياسية. ويأتي موقف مجلس النواب الذي بدأ صارما هذه المرة في ظل استمرار اعتصام السيد مقتدى الصدر بخيمة فردية وخاصة داخل المنطقة الخضراء. مراقبون بدورهم رأوا أن الدكتور العبادي بات على المحك وعليه أن يثبت للشارع العراقي أنه عندما طرح الإصلاح كان يمتلك رؤية موحدة ومحددة بأسقف زمنية للمضي قدما في الوقت الذي يشدد فيها المراقبون على أهمية الذهاب إلى إصلاح شامل يكون التعديل الوزاري فقرة من فقرته وليس كل الإصلاح، فضلا عن دور المؤسسة التشريعية في إقرار القوانين المهمة التي تمكن الدولة من الحركة والإنتاج ومكافحة الفساد وأيضا من الفصل بين السلطات وتمنع تداخل الصلاحيات. فيما تصدرت الهيئات المستقلة لائحة المطالبات بحسم مواقعها التي تدار بالوكالة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. حراك نيابي متسارع يشهده مجلس النواب في محاولة للإسراع بإجراء تغيير وزاري في الجلسة 20 ضمن الفصل التشريعي الحالي. لم تكن الأوضاع على ما يرام، كتلة الأحرار انسحبت من الجلسة لمدة نصف ساعة احتجاجا على قرار رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي أعطى من خلاله العبادي مهلة أسبوعين لتقديم الوزراء الجدد للتصويت عليهم، غير أن انسحاب الأحرار أفضى إلى نتائج تكللت بتقليص مهلة العبادي إلى 3 أيام فقط. تم انسحاب كتلة الأحرار من داخل قبة البرلمان باعتبار أنه هذا البيان بيان شكلي وبيان يعارض ما الآن الشارع والمعتصمين والمظاهرات القائمة. أعتقد أنه هذا البيان بعد انسحاب كتلة الأحرار تم هناك مداولة مع بعض الشخصيات ورؤساء الكتل، أعطيت المهلة لحد لغاية الخميس على رئيس الوزراء أن يأتي بحزمة الإصلاحات. نواب البرلمان صوتوا أيضا على مساءلة رئيس الوزراء في جلسة الخميس المقبلة في حال لم يأتي العبادي بكابينته الوزارية الجديدة. يأتي هذا متزامنا مع رفض التحالف الكردستاني إقالة أي وزير من تحالفهم لأسباب أرجعوها إلى غياب الرؤية الواضحة للتغيير الوزاري. السيد العبادي لحد الآن لم يقدم أي صورة واضحة أو برنامج واضح، رؤيته للأمور ضبابية وبرنامجه ضبابي، لذلك الكتل الكردستانية والكتل الأخرى تطالب السيد العبادي ببرنامج واضح لكي تكون لها رؤية واضحة. ما هي الوزارات التي ستمنح لهذه الكتل؟ من هم الوزراء الذين سيتبدلون؟ هذا ولوح نواب من كتل سياسية مختلفة بسحب الثقة على رئيس الوزراء في حال عدم شروعه بالإصلاحات الحكومية وبخاصة على المستوى التنفيذي. 3 أيام لا غير هي المهلة التي منحها مجلس النواب إلى رئيس الوزراء على أمل تقديم كابينته الوزارية. يأتي هذا وسط ارتفاع وتيرة المطالب السياسية الرامية إلى الإصلاح. من داخل مجلس النواب، عمر العامري، بلادي الفضائية. و
ولكي نوضح الأمر أكثر معي لمناقشة هذا الأمر السيد جمعة العطواني المحلل السياسي من بغداد. أهلا بك سيد الكريم. يعني أنت تعلم بأن العبادي أعطوه مهلة هي 3 أيام، يعني مداها إلى الخميس القادم. طيب هل يعني برأيك هذه 3 أيام هي كافية للذهاب نحو مشروع إصلاحي شامل يأخذ بعين الاعتبار رأي الشارع العراقي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ تحية لكم ولمشاهدي قناة بلادي الأفاضل. أعتقد الكتل السياسية وزعامتها بالتحديد تتعاطى مع السيد العبادي وفق مبدأ ألقيتني في اليم مكتوفا وقلت إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني هي من باب تحاصر السيد العبادي وتعطيه توقيتات زمنية لا تتجاوز يوم الخميس القادم، وبنفس الوقت تعلن جهارا نهارا بأنها ترفض أي إصلاحات أو أي تغيير في وزرائها، وهذا ما قالته قيادات التحالف الكردستاني وأغلب زعامات التحالف السني. بالتالي كيف يمكن للسيد العبادي أن يقدم كابينة وزارية أو جزء من كابينة الوزارية يوم الخميس القادم وهو يعلم سلفا بأنه سوف لن يستطيع أن يغير وزيرا واحدا لا في التحالف الكردستاني ولا في ائتلاف القوى العراقية؟ نعم. ولهذا أعتقد هو وضع في زاوية حرجة جدا، ولكن بنفس الوقت أيضا عليه أن يستثمر أدوات السياسية من أجل إحراج الكتل السياسية. لليوم حقيقة التهمة تتقاذفها الكتل السياسية من جانب والسيد عبادي من جانب آخر، هو يقول لا تعطوني الفرصة الكافية يختار كابينة وزارية مستقلة بعيدة عن التحزب وبعيدة عن المحاصصة، وبنفس الوقت تطالبونني بتوقيتات زمنية بعدها سوف يكون الاستجواب ثم سحب الثقة من السيد العبادي. نعم. بالتالي ليس أمام السيد العبادي إلا أن يتقدم خطوات حقيقية، أولا للحفاظ على مكانتك رئيس للوزراء، وثانيا لإبعاد تهمة الضعف عن تشكيل حكومة ويلقي باللائمة على زعماء الكتل السياسية. نعم. طيب سيد جمعة، يعني ألا تجد أن العبادي حشر في زاوية حرجة خاصة بعد أن ذيل البرلمانيين مطالبته بالتعديل الوزاري، يعني يهددوه بسحب الثقة عنه؟ بالتأكيد يعني اليوم السيد العبادي هو في أسوأ حالاته بسبب الحرج الشديد الذي يواجهه، ولكن نعم. أيضا بإمكانه أن يتحرك من خلال الآليات التي يمكن أن يفك الحصار والحرج عنه. بالتالي عليه أن يكون واضحا وصريحا بتقديم جزء من كابينة الوزارية يوم الخميس القادم، وبالتالي ينظر هو والشعب العراقي من الذي لا يصوت ومن الذي يعترض حتى يكون الجميع أمام مسؤولياته. هذا من جانب. جانب آخر أعتقد على التيار الصدري وعلى المعتصمين وعلى سماحة السيد الصدر تحديدا أن يوجه خطاباته إلى الكتل السياسية الرافضة لتغيير وزرائها، لأنهم هم جزء أساسي بهذه المشكلة. وعندما أعلن التحالف الكردستاني أنه لن يتنازل لا عن وزرائه ولا عن حصته التي يريدونها 20%، وكذلك زعامات ائتلاف القوى العراقية، كنت أتمنى على السيد الصدر أن يوجه خطابا واضحا ويحمل هذه الكتل السياسية المسؤولية كاملة كما نعم. حمل السيد العبادي هذه المسؤولية. نعم. لأن السيد الصدر هو الآخر قد وضع في زاوية حرجة لأنه أعطى مدة 45 يوم، وبعد وساطات من هنا وهنالك أعطي فرصة اليوم السبت الماضي، ولكن أيضا لم تستجب لا السيد العبادي ولا الكتل السياسية لهذا التوقيت، وبالتالي ليس أمامه إلا أن يعتصم بالمنطقة الخضراء، لا يستطيع أن ينسحب لأنه لديه مطالب، وبنفس الوقت الكتل السياسية. طيب سيد الكريم، يعني إحنا اليوم نجد أن الحديث عن الإصلاح يعني حديث بالعموميات، يعني فلا حديث عن نوعية القوانين المهمة أو ماكو يعني هنالك حديث عن آلية لحل مشكلة الهيئات. يعني لحد الآن نحن في أبجديات الإصلاح ولم نفلح في التقدم خطوة واحدة. يفترض التغيير الوزاري هو الخطوة باتجاه الإصلاح الشامل، بعد ذلك هنالك هيئات مستقلة كما تعلمون. يعني اليوم نتحدث نحن عن محاصصة في الوزراء، ولكن ألا يعلم الجميع بأن المحاصصة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي أكثر حزبية وطائفية وكتلويا أكثر حتى من الوزراء؟ أنا أتحدث عن 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 هذه الهيئة المستقلة بينهلالين، لأنها هي أخطر باعتبار أن كل العملية السياسية تتوقف على نتائج الانتخابات. لا. فإذا ما كانت هنالك تحزب وتطيف وعرقي وإثني تشكلت من خلال هذه المفوضية المستقلة، فكيف يمكن نتائج العملية السياسية؟ وهكذا بقية الهيئات. أما إذا تحدثنا عن المدراء العامون عن العامين وكذلك الوكلاء، فالأمر بالتأكيد يطول. أما إذا دخلنا إلى داخل قبة البرلمان
مدى الكم الكبير من القوانين المتعطلة، لأن هنالك أكثر من 50 إلى 60 مادة دستورية تحتاج إلى تشريع قانوني. هذه أكيد بالتأكيد أمر يحتاج إلى ربما شهور بل إلى سنوات، ولكننا نتحدث عن الخطوة الأولى التي لم يفلح البرلمان العراقي ولا زعماء الكتل السياسية في مساعدة سيد طيب عبادي. وكل الجدل اللي حول الإصلاحات، يعني نرجع ونشوف أنه المرجعية هي اللي تحدد يعني البوصلة لكل شيء، يعني خاصة مبكرا بالإصلاح للقضاء على مكافحة الفساد وهكذا أمور كلها، يعني هي المرجعية وحدها اللي حددت الموعد. مشروع الإصلاح هو مشروع المرجعية بالتأكيد، وكان يفترض من زعماء الكتل السياسية أن تتعاطى مع المرجعية بوصفها الأب الراعي للعملية السياسية، والتي ليس لديها أي مصلحة في أي تغيير وزاري أو في أي ترشيق وزاري أو في أي تغيير في أداء حكومي. المصلحة النتيجة النهائية هو لصالح الأحزاب ولصالح الشعب العراقي. ولكن عندما وصلت المرجعية الدينية إلى قناعة تامة بأن تمسك الأحزاب بمناصبها بحصصها المنح الطائفي الذي تتعاطى معه سوف لن تفلح أي توصيات وأي إرشادات المرجعية، وجدناها تحتكف في داخل بيتها وحتى لا تخوض في المجال السياسي. بعد ذلك جاء السيد العبادي بنفسه الذي هو تبنى مشروع الإصلاح وقال سوف أقوم بتغييرات وزارية قبل سفره إلى أمريكا على ما أعتقد. وبعد ذلك بدأت يعني القضية ككرة الثلج تتدحرج شيئا فشيئا فتكبر، وبالتالي لا المرجعية استطاعت أن تقنع الأطراف السياسية بالإصلاحات، ولا السيد العبادي استطاع أن ينجح أو يقنع الأطراف السياسية بالإصلاحات. وحتى عندما تبنى السيد الصدر هذا المشروع لم يستطع بضغوطاته باعتصاماته بتظاهراته أن يقنع الكتل السياسية بالإصلاح، وبالتالي أصبحت الإصلاح أزمة سياسية ومشكلة سياسية بدل من أن تكون قضية الإصلاحات هو مفتاح لحل المشكلة المالية والاقتصادية والسياسية والأمنية. نعم طيب سيد جمعة، يعني هنالك من يرى أن قيمة حركة السيدة صدر مؤخرا هي لاستدعاء أو باستدعاء المظلومية التاريخية الشيعية، أنت ماذا ترى؟ يعني حقيقة لا زالت المظلومية الشيعية يعني هي أكثر المظلوميات مع الفوارق حقيقة، لأنه عند سقوط النظام كنا نحلم جميعا بالحلم، هذا الحلم الذي مثله الإمام محمد باقر الصدر وتبناه كمشروع سياسي عقائدي فكري مجتمعي وطني، وبالتالي ذاب هو بهذا الحلم وقدم روحه الزكية ودماءه الطاهرة على منحر الحرية وعلى منحر الخلاص من الظلم والاستبداد والتهميش والإقصاء. وأتباع أهل البيت حقيقة تنفسوا الصعداء عندما جاء ورثة الإمام محمد باقر الصدر، وكنا نظن بهم خيرا بأنهم سوف يكونون فعلا المصداق الحقيقي الذي يتمناه صاحب هذا المشروع. ولكن حقيقة اليوم نحن كثر كأغلبية مجتمعية كأغلبية سياسية، ولكننا لا زلنا يتعامل معنا الآخر على أساس نحن أقلية، وهذه مشكلة كبرى. يعني اليوم صناع القرار الشيعي لم يستطيعوا أن يدافعوا عن المشروع الشيعي لو كان هنالك مشروعا شيعيا، وأنا أشك بأن هنالك مشروعا شيعيا. وحتى المشروع الوطني الفضاء الأرحب والأكبر هو أيضا لا زال مشروعا يعني يقف أمامه كثير من العواق. بالمقابل الآخر الآن يأخذ كل استحقاقاته ولكنه يرفع عقيرته باتجاه المظلومية. الأخوة في التحالف الكردستاني على سبيل المثال هم دولة وزيادة، لا تستطيع بغداد أن تتدخل في الشأن الداخلي لإقليم كردستان بوصفه دولة، ولكن إقليم كردستان هو الراسم الحقيقي. يعني حتى هنالك يعني تجربة مع وزراء سياسيين أثبتوا فشلهم في إدارة وزاراتهم، يعني هنالك تجربة أخرى مع وزراء تكنوقراط أيضا أثبتوا فشلهم، يعني عندنا مثلا على سبيل المثال وزارة الكهرباء أثبتت فشلهم بالرغم أنه هي تكنوقراط. يعني أولا يعني في خضم هذه الأجواء الطائفية والحزبية والمحاصصاتية بالتأكيد التكنوقراط لا يمكن أن يعيش، كمن إذا ما أردت أن تزرعين وردة في أرض هي سفخة غير صالحة للزراعة بالنتيجة تذبل وتموت، لأن هذا التكنوقراط الذي جاءت به المحاصصة. بالتالي عندما ترشح أي كتلة تكنوقراط لكن ضمن اشتراطاتها عندما تطلب منه أن يسرق مال عام، عندما تطلب منه أن يعني يبني ويوقع عقود على أساس
إمكانيات اقتصادية، بالتأكيد هذا سوف يفرغ من كل محتواه العلمي والفكر وإلى غير ذلك. نعم. ولهذا أعتقد المشكلة مشكلة بنيوية في الداخل العراقي وفي الأداء السياسي وحتى في أداء بعض التكنوقراط المتواجدين في داخل العملية السياسية. نعم، يعني أيضا يعني يحسب على العبادي تفرده في موضوعة الإصلاح، فبعض الكتل تقول بأنها تسمع عن مطالب العبادي من خلال وسائل الإعلام فقط. يعني هو حقيقة ليس دفاعا عن العبادي. اليوم الاعتصامات والتظاهرات والمطالب تطالب السيد العبادي أن يمتلك الجرأة لأن يقدم كابينة وزارية مستقلة. بالتالي يعني يفترض أن يعطى الفرصة الكاملة للسيد العبادي. عندما يبدأ بتقديم وزارة الكابينة من حق الكتل السياسية أن تطلع على السير الذاتية، على إمكانيات هذه الكابينة الحكومية، ويمكن لها أن ترفض، يمكن لها أن تقبل، لكن أعطوا الرجل الفرصة الكافية لأن يختار وزراء. يعني غدا لو تختارون أنتم لهم وزراء تكنوقراط، لو اختارت الأحزاب والكتل السياسية شخصيات يقال لها تكنوقراط وقدمت إلى السيد العبادي، والسيد العبادي قدمها بدوره إلى البرلمان العراقي ومررت بصفقة سياسية. إذا فشلت هذه الحكومة، هل تتحمل الكتل السياسية هذه المسؤولية أم يقول أن السيد العبادي فاشل لأنه اختار حكومة تكنوقراط فاشلة؟ بالتالي الكتل السياسية لم تعطي السيد العبادي الفرصة الكافية لاختيار الوزراء، وبنفس الوقت يقولون السيد العبادي فشل في اختيار كابينة الوزارية. فالجدلية أصبح أشبه بالدور في حسب الاصطلاح المنطقي. لأن الكابينة الوزارية تتوقف على موافقة الكتل السياسية، والكتل السياسية ترفض أن تعطى المساحة الكافية للعبادي لاختيار كابينة الوزارية. بالتالي العبادي يتوقف على زعماء الكتل السياسية، وزعماء الكتل السياسية أيضا تنتظر من عبادي أن يقدم كابينة وزارية مستقلة. نعم، كثير تحدثوا عن الإصلاحات وكثير فسروا كل على رأيه ورأيه الشخصي بالتأكيد، لكن هنالك ضبابية تفسير الإصلاحات تجعل السؤال التالي منطقيا، اللي يقول يعني من بيده القرار؟ إذن كان رئيس الحكومة وكل الكتل السياسية تتحدث عن الإصلاح. أختي الفاضلة، المشكلة إحنا أخذنا جزء من مفهوم الإصلاح وتركنا الجزء الأهم والأكبر. يعني واحدة من أسباب ودواعي الإصلاح التي دعت إليها المرجعية الدينية، والتي دعا إليها السيد العبادي فيما بعد، والتي أيضا دعا إليها السيد الصدر، هو محاربة الفساد. أن هنالك فساد ينخر بجسد الدولة العراقية منذ سقوط النظام البعث المقبور وإلى حد يومنا هذا. بالتالي يعني شمر السيد العبادي عن سواعده، وهيئة النزاهة تحركت من أجل القضاء على الفساد والفاسدين وإعادة الأموال المسروقة إلى الدولة العراقية. هذا الأمر أصبح مهمل لحد هذه اللحظة. لحد هذه اللحظة لم تعطي لنا هيئة النزاهة إحصاءات بقدر الأموال المعادة إلى الدولة العراقية. كم من الحيتان الفاسدين خلال 13 سنة تمت محاسبتهم ومعاقبتهم؟ كم عدد الوزراء ومسؤولي الهيئات والمدراء العام الهاربين الآن في عمان وفي أربيل تم إعادتهم من خلال أنتربول؟ هذا الملف الأهم. سيد جمعة، لو سمحت لي، يعني إلى أي حد يمكن أن نعتبر أو يكون العبادي ضحية ما يطالب به، خاصة بعد الحديث عن دور أمريكي باختيار الوزراء التكنوقراط؟ طبعا بالتأكيد أنا أعتقد السفارة الأمريكية لاعب أساسي ومهم، وهي الأخرى ضاغطة على السيد العبادي، وهذه أيضا حقيقة سؤال مهم، لأنه الآن السفارة الأمريكية مغيبة عن المشهد الإعلامي، لا أحد يتحدث عن دور السفارة الأمريكية. وأنا كنت أيضا أتمنى على سماحة السيد مقتدى الصدر أن يكون أكثر قوة وقسوة في التعاطي مع السفارة الأمريكية. السفارة الأمريكية واحدة من أدوات الضغط، بل هي أكبر أداة ضغط على السيد عبادي لمنعه من تقديم وزراء وفق قناعاته الشخصية. الآن السفارة الأمريكية تضغط على السيد عبادي للقبول بشخصيات موالية لأمريكا بامتياز، ونحن شهدنا خلال الأسابيع الماضية كيف أن القنوات الأمريكية سوقت بعض الشخصيات العراقية التي تمتلك جنسية أمريكية تسويق إعلامي على أنها المنقذ للعراق، بل تحركت بشكل فعلي في داخل مؤسساتنا الأمنية وفرضت شخصيات تحمل جنسية أمريكية موالية لأمريكا في مؤسسات مهمة وحساسة. هذا أمر، ولكن نعم العبادي قد يكون هو الضحية، ولكن هو أيضا جزء من أن يكون نفسه ضحية. لماذا؟ لأنه يواجه ضغوطات ولكن لن يفصح أمام الشعب العراقي من هي الجهات الدولية كأمريكا، ومن هي الجهات الداخلية في داخل المشهد السياسي التي تمنعه من أن ينجح في تقديم وزارته. الخميس القادم أعتبر السيد العبادي على المحك، وبالتالي إما أن تكسر الجرة برأسه
ويتحمل ثمن سكوته بسبب التدخلات، أو أنه يفصح عن الأسباب التي تمنعه أن يقدم كابينة حكومية كاملة. طيب سيد الكريم ابقى معي، ولو سمحت لي أنت والمشاهدين أن نذهب فاصل قصير ولنا عودة. وأما الآن مشاهدينا ننتقل إلى الملف الثاني الذي يقول: شخص محافظ الأنبار صهيب الراوي، الحل الأمثل لإنهاء معاناة مدينة الفلوجة؟ بقوله الحل الجذري والسريع لإنهاء معاناة الفلوجة يكون بالشروع بتحريرها من عصابات داعش الإرهابية. ويأتي هذا التصريح لقطع الطريق على كل المزايدات السياسية حول معاناة المدينة والمطالبة بإدخال مساعدات إنسانية لها ووصفها على إنها مضايا جديدة في العراق. العمليات المشتركة بدورها أكدت إن الخطط عدت لتحرير الفلوجة، وأن المدينة محاصرة من كل الجهات، وأن القطعات العسكرية بانتظار التوجيهات لاقتحامها وتطهيرها من عصابات داعش الإرهابية، مبينة أن القوات المحصرة للفلوجة فتحت ثلاث طرق آمنة لخروج المدنيين، لكن لم يخرج أحد لأن الدواعش فيها يستخدمون العوائل دروعا بشرية. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي. أكثر من سنتين مرت ولا تزال مدينة الفلوجة بيد العصابات الإرهابية. القوات الأمنية والحشد الشعبي وبعد تجديدها الخناق على المدينة، بدأت قيادات داعش بتحريك أسلوبها المعتاد بترويج الإشاعات لإهام الرأي العام في البلاد بأن الأهالي داخل الفلوجة يعانون من وضع إنساني صعب. إلا أن الواقع بحسب المراقبين هو أن العصابات الإرهابية هناك تعمل على فك الحصار عليها عبر هذه الدعوات. الحقيقة الكلام اللي يدار هو كلام سياسي، كلام مغرض وغير حقيقي. وإذا كان الكلام حقيقي فليخرج أهالي الفلوجة كما خرج أهالي الرمادي والمدن اللي في محافظة الأنبار الأخرى اللي هي الخالدية، الصقلاوية، المزرعة، الهياكل، الملعب، يعني مناطق كثيرة خرجت ولجأت إلى الجيش وتم نقلها، وبالتالي تحررت المدينة. لأنه الآن تعتقد أن هذه الحملة الإعلامية وراءها أغراض تبتعد عن الموضوع الإنساني. هؤلاء كما أعتقد يتاجرون بالموضوع الإنساني ويتاجرون بأبناء الفلوجة وغير الفلوجة لأغراض سياسية يحاولون الوصول إليها. قوات الحشد الشعبي هي الأقرب إلى الصورة سيما وأنها تحاصر الفلوجة من محاور عدة. تؤكد قياداته بأنها فتحت مع القوات الأمنية ثلاث محاور آمنة لخروج العوائل، مشيرة إلى أن المدينة ستحرر قبيل انطلاق العمليات الكبرى لتحرير الموصل. نعم، هناك ثلاث مسارات آمنة، أحداهما من الفلاحات والدعيجي، ومكان آخر أيضا وربما مكان رابع. نحن الحقيقة لا نفكر بنصر متسرع على حساب الضحايا، نحن نريد إنقاذ أبناء الفلوجة وحتى الذين مغرر بهم، حتى بعض المواطنين المخدوعين بداعش نحاول إنقاذهم، لأن هم الآن يعانون، وسبب المعاناة في الفلوجة هم الدواعش. أولا لا يمكن حسم معركة الموصل ما لم يتم الإنهاء من قضية الفلوجة والرمادي، حتى أنا نفسح مجال لبؤر خطيرة قريبة إلى بغداد تكون ربما مزعجة لبغداد. فيما يرى متابعون أن هذه الحملة التي تشنها أدوات داعش السياسية الغرض منها إدخال أجندات خارجية في قضية الفلوجة وإجبار الحكومة العراقية على إيصال مساعدات إلى المدينة المحتلة من قبل العصابات الإرهابية. الفلوجة تموت جوعا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هكذا يراها المراقبون، فيما تؤكد قيادات الحشد الشعبية أن معركة تحرير المدينة ستكون قبيل الموصل. من العاصمة بغداد، أحمد العبودي، قناة بلادي. أجدد التحية بكم مشاهدينا الأكارم، وللحديث أكثر عن الفلوجة وتحريرها ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الأمني صفاء الأعصم. أهلا بك سيد الكريم. يعني هنالك متلازمة واضحة بين تصاعد الحديث عن المعاناة بالفلوجة وقرب تحرير أو الشروع بتحريرها، يعني وكأن الحديث عن المعاناة جاء ليعرقل عملية التحرير، ما هو رأيك؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى قناتكم وعلى مساء عليكم مشاهديك الكرام.
حقيقة هنالك حصار على مدينة الفلوجة من قبل القوات الأمنية، والسبب لغرض تحرير الفلوجة من قبضة داعش الإرهابي. هنالك حوائل كثيرة عملت القوات المسلحة كثيرا على العمل على إخراج أكثر من 150 ألف شخص الذين هم محصورون أصلا في الفلوجة. أنا أتكلم الآن على موضوع يعني أمده أكثر من 4 إلى 5 أشهر. القوات العراقية تحاصر الفلوجة وخلقت أكثر من طريق آمن، هنالك 5 طرق آمنة رئيسية يعني تم الإعلان عليها عن طريق التلفاز وعن طريق الطائرات السمكية وعن طريق وحتى عن طريق قوات التحالف وحتى عن طريق التبليغات التي وصلت إلى أبناء الفلوجة. الكل يعلم إلى أن هنالك أكثر من 5 طرق، هي طرق الفلاحات وطرق تقاطع طريق بغداد، وهنالك طرق رئيسية وليس مية. ولكن حقيقة عناصر داعش الإرهابي يعني كانت تعمل جاهدا على عدم إخراج العوائل من مدينة الفلوجة. نعم هنالك تعاون في بعض العشائر من الفلوجة مع عناصر داعش الإرهابي، ولكن هنالك عشائر كثيرة من الفلوجة عملوا يعني جاهدوا على أن يكونون خارج نطاق مدينة الفلوجة والهروب منها واعتبارهم كناجحين، ولكن لم يستطيعوا بسبب ضغط عناصر داعش الإرهابي على هذا الموضوع. حتى أن معاناة الفلوجة وصفت بهذه الطريقة كأنما يجعل الهم الأول للمدينة وأهلها هو الخلاص من إرهابية داعش، لكن كل هذه الأصوات للمطالبة بتحرير الفلوجة هي نفسها مخالفة أو يعني رافضة لدخول الحشد الشعبي للفلوجة كما ذكرت حضرتك. يعني سيدة الكريمة، أحب أن يعني أنوه إلى نقطة رئيسية. نعم. يعني العراق يعني وخاصة القوات الأمنية تعمل وبشكل يومي على إخراج العوائل من الفلوجة بشتى الطرق. يعني الآن عمليات تحرير الفلوجة، أنا أتكلم لك من وجهة نظر عسكرية، كان بإمكان الجيش العراقي تحرير الفلوجة وخلال 7 إلى 8 أيام. تم تحرير كل مناطق محافظة الأنبار والجميع يعلم وتم تحريرها، ولكن بقيت مدينة الفلوجة بسبب وجود عوائل كثيرة. هذا يعني هذا التوجيه جاء من قبل المرجعية، جاء من قبل الدكتور العبادي، جاء من قبل القيادة العامة الخاصة المسلحة إلى عدم ضرب المدنيين وجعل ويعني إخراجهم من المدينة بشكل لغرض إنهاء عمليات الاحتلال من قبل عناصر داعش الإرهابي. نعم. هذا الكلام يؤكد إلى أنه يعني التأخير عمليات تحرير الفلوجة هو بسبب المواطنين الآمنين الساكنين. يعني هذه النقطة مهمة جدا يجب أن يلتفت إليها الجميع. إضافة إلى ذلك أحب أن أؤكد نقطة، يعني الجميع يعلم والمشاهد يعلم والكل يعلم هنالك يعني مساعدات كثيرة على مستوى يعني عجلات كبيرة تنطلق وخاصة من المحافظات الجنوبية، والكل شاهدها على التلفاز لغرض مساعدة عوائل الفلوجة. نعم. كانت بالأرزاق أو بالمياه أو بالأكل، وهذا ما وصل فعلا. إذن عملية يعني عملية قتل المواطنين لا توجد، عملية عدم إمكانية تحرير الفلوجة لا توجد، بالإمكان تحرير الفلوجة وبسهولة جدا، ولكن العائق الوحيد أمام القوات الأمنية أمام الحشد الشعبي هم المواطنين الآمنين. نعم سيد صفاء، لو سمحت لي يعني ابقى معي وأذهب إلى أنتقل إلى ضيفي من بغداد المحلل السياسي جمعة العطواني. يعني سيد جمعة، يعني ذكر سيد صفاء بأن أغلب شيوخ ووجهاء عشائر الفلوجة هم رحبوا بداعش والفلوجة هي أول من دخل بها داعش. طيب إلى أي حد يمكن أن تتحمل العشائر وعشائر الفلوجة تردي الواقع الإنساني هناك؟ يعني حقيقة الفلوجة أمرها واضح جدا. يعني أولا الفلوجة يراد لها أن تحل حل سياسي وليس حل عسكري. نعم. لماذا الحل السياسي؟ لأن الغالبية العظمى من أبناء وعشائر الفلوجة هم منخرطون بل هم قيادات في داعش. لماذا؟ لأن الغالبية التي تسيطر على الفلوجة هم قيادات البعث الصدامي الذين عملوا توأمة مع تنظيمات داعش الإرهابية. نعم. هذا أمر أصبح واضح للعيان حقيقة. ولهذا نعم بعض العشائر تضررت مثل البونمر وغيرها، ولكن الغالبية من العشائر هي منخرطة بالشكل بسبب انتمائهم البحثي السابق. ولهذا صناع القرار من ائتلاف القوى العراقية يريدون أن يحلوا القضية حلا سياسيا. كيف حل سياسي؟ أولا ينتظرون إقرار قانون العفو العام، لأن العديد من هؤلاء الدواعش مشمولون بقانون العفو العام. ثانيا يريدون أن ينزعوا جلباب داعش ويرتدون جلباب الوطن ويقولون أبناء الفلوجة هم الذين انتفضوا على الدواعش وبالتالي طردوهم وعليهم أن ينخرطوا بالعملية السياسية.
هذا ليس تحليلا سياسيا. نعم. هذا صرح به أكثر من قيادي في ائتلاف القوى العراقية صالح المطلق إياد علاوي وحتى أسامة النجيفي، أنه كل من يحمل السلاح ضد داعش لابد أن ينخرط في الأجواء الوطنية وفي العملية السياسية. نعم. وبالتالي هؤلاء الدواعش عندما ينزعون ثوب داعش ويرتدون جلباب الوطن، هؤلاء سوف يكونون ثوار ضد تنظيمات داعش الإرهابية. لهذا السبب لن يسمح للحشد الشعبي المقاوم أن يدخل إلى داخل الفلوجة، لأنهم يعلمون جيدا بأن أسماء القيادات البعثية الداعشية معروفة لدى قيادات الحشد الشعبي، وبالتالي لا يسمحون لهم بالهزيمة. هذا طيب لو سمحت لي سيد جمعة، عذرا على المقاطعة، أعود إلى السيد صفاء الأحسم. يعني سيد صفاء، سمعنا في الآونة الأخيرة عن حراك مجتمعي داخل الفلوجة لمواجهة داعش، لكن سرعان ما هذا الحراك أصبح يعني شيء وهمي. يعني سيدتي الكريمة، الفلوجة تنقسم إلى قسمين، هناك عشائر يعني في الفلوجة شريفة كانت متعاونة مع القوات الأمنية وحقيقة تضررت كثيرا، يعني تم قتل جزء كبير من أبنائها، تم محاسبتها من قبل داعش ومن قبل الأبناء الضالين الذين نسميهم الذين هم أبناء الفلوجة والذين يتعاونون مع عناصر داعش. نعم. هذه المعلومة هي أصلا مسجلة لدى الاستخبارات والقوات الأمنية العراقية، يعني القوات الأمنية واستخباراتنا وأمن القوات المسلحة عارفة جيدا العشائر المتعاونة مع عناصر داعش الإرهابي أو العشائر التي تعاونت مع القوات المسلحة. ولهذا كان هنالك قبل أكثر من شهر كان هنالك قتال يعني عنيف جدا ما بين عشائر فلوجة الشريفة وبين عناصر داعش الإرهابي، والتي حقيقة هم خسروا المعركة بسبب كثرة عناصر داعش ومن يتعاون مع عناصر داعش من قبل الأبناء الضالين من الفلوجة. نعم. الفلوجة الآن يعني تعمل جاهدا على فك الحصار لغرض إنهاء عناصر داعش من الإرهابي. القوات العراقية مشخصة كل الأفراد المتعاونين مع عناصر داعش الإرهابي. نعم. هذه نقطة. النقطة الأخرى الأهم، كل عناصر داعش الإرهابي الذين أتوا من خارج الحدود بعد تحرير عمليات التحرير التي جرت في الرمادي وقرى الرمادي والأقضية والنواحي، توجهوا نسبة كبيرة منهم إلى الفلوجة على اعتبار أن الفلوجة هي الملاذ الآمن، ولكن الفلوجة هي الآن محاصرة من كل الجهات، وبالإمكان أكرر عليك يعني الكلام، بالإمكان تحرير الفلوجة خلال 7 أيام. العائق الوحيد أمام القوات الأمنية هي العشائر الشريفة، هي العوائل التي تروم الخروج من الفلوجة وتمنع وجعلها دروع بشرية من قبل عناصر داعش الإرهابي. نعم. نعم. الخبير الاستراتيجي صفاء العسم، شكرا جزيلا سيد الكريم. أعود إلى السيد جمعة العطوان، يعني مشكلة الفلوجة تكمن في توفر البيئة الحاضنة للإرهاب وثقافة التكفير، يعني وهذه النقطة بحسب مراقبين تعرقل عملية التحرير، ما هو رأيك؟ طبعا بالتأكيد، يعني الفلوجة تمثل العاصمة العقائدية والفكرية للمدرسة الوهابية. نعم. نظام البعث المقبور حقيقة فتح أبواب الفلوجة في 80 القرن الماضي للفكر الوهابي من أجل إيجاد الضد النوعي. نعم. للغالبية الشيعية الرافضة لحكم نظام البعث الصدامي، وتحديدا بعد إعدام المفكر الإسلامي آية الله السيد محمد باقر الصدر. نعم. ولهذا تحولت كل مساجد الفلوجة إلى معاقل لضخ الفكر التكفيري لدى هذه الجماعات، ولهذا هم حقيقة غالبية عظمى من أبناء هذه المدينة منخرطون في الفكر الوهابي منذ 80 القرن الماضي، وليس بعد سقوط نظام البعث الصدامي، وليس حتى بعد سقوطها بيد تنظيمات داعش. كلنا شاهدنا الشهيد مصطفى العذاري. نعم. حقيقة لم نرى شيشاني أو قوقازي، رأينا صبية ومراهقين من أبناء هذه المدينة يهللون ويصفقون ويحتفلون بإعدام الشهيد العذاري. هذا ليس نابع من ردة فعل عاطفية، وإنما هنالك ثمة منطلق عقائدي فاسد تكفيري متواجد في هذه المدينة، الذي يعطي دعما لهذا هذا المنطلق الوهابي بعد سقوط النظام أن هنالك قيادات سياسية داعمة حقيقة بشكل واضح وصريح. أنا أذكر لك مثال واحد في المقال الذي كتبه رئيس مجلس نوابنا العراقي الوطني سليم الجبوري في إحدى الصحف الأمريكية، عندما يتحدث عن الحشد الشعبي يتحدث عن حشد مجرم قاتل في مناطق المقدادية وغيرها. نعم. وعندما يتحدث عن داعش يتحدث بلغة الدولة الإسلامية.
ويكرر مصطلح الدولة الإسلامية في أكثر من سطر من سطور مقالته. هنالك ثمة تعاطي عقائدي فكري حقيقة ولكنه مبطن بغطاء سياسي، هذه قضية يجب أن لا نغفلها. نعم. هذه واحدة من الأسباب التي تمنع وتحول دون دخول الفلوجة، ولكن فعلا الفلوجة لا تحتاج إلى بضعة أيام لتحريرها، ولكن قرار سياسي يمنع دون أن تدخل قواتنا المسلحة إلى داخل هذه المدينة، ريثما يتم. نعم. إيجاد صفقة سياسية تسمح للباحثين بالانخراط بالعملية السياسية. نعم سيدي. تسمح للمجرمين أيضا أن يلبسوا جلباب الوطن ويدخلوا تحت ذريعة تحرير هذه المدينة. طيب سيد الكريم ابقى معي ولو سمحت لي أنت والمشاهدين أن نذهب لفاصل قصير ونعود. من جديد أهلا بكم مشاهدينا، ووصلنا إلى ملفنا الدولي والأخير في حديثة ثانية اليوم. سيكون هذا الملف عن الخليج، وأخذت السلطات الأمنية في دول الخليج تفعل قرارها باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، حيث أعلنت السلطات الكويتية هذه المرة ترحيل 60 مواطنا لبنانيا من أراضيها وإلغاء إقامتهم وتحويلها إلى إقامات مؤقتة تمهيدا لإخراجهم من البلد وإنهاء عقود العمل الخاصة بتهمة التعاطف مع حزب الله اللبناني. وكانت دول كالبحرين والإمارات قد سبقتا الكويت بهذا الفعل ورحلتا العشرات من العاملين اللبنانيين على أراضيها. هذه الخطوة يراد منها تشويه صورة حزب الله وتأليب الجمهور اللبناني في الداخل والخارج على الحزب بالقول إن حزب الله تسبب بقطع أرزاق المئات من اللبنانيين، الأمر الذي يساهم في خلق رأي عام داخلي بالضد من سياسة الحزب. حزب الله كان من أول المنتبهين لخطورة الحركة الخليجية، حيث طلب السيد نصر الله من دول الخليج ألا تأخذ اللبنانيين بجريرته وأن تلخص أزمتها مع حزب الله بشخوص حزب الله ولا تؤذي اللبنانيين بأرزاقهم، لكن يبدو أن الضغط السعودي فعل فعلته في الخليج واستدارت له كل الرقاب. نتابع أكثر في التفصيل التالي. ألغت السلطات الكويتية إقامات 60 لبنانيا معللة الإلغاء بارتباط المبعدين بحزب الله الذي صنفته دول مجلس التعاون الخليجي الشهر الحالي منظمة إرهابية. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني كويتي أن هناك أكثر من 60 لبنانيا جرى تغيير تأشيرات إقاماتهم من المادة 18 وهي التي يحظى بها الوافدون المقيمون في الكويت إلى إقامة مؤقتة بين شهر وشهرين من أجل ترتيب أوضاعهم وتسلم مستحقاتهم المالية، في حين أشارت مصادر أمنية كويتية إن جهاز أمن الدولة أعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل مديرا عاما وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة حسب تعبير المصادر، فيما قالت إن الحالات الخطرة سترحل خلال 48 ساعة. وتأتي هذه التحركات الخليجية في إطار محاصرة حزب الله وتشويه صورته أمام الجمهور العربي، في الوقت الذي قلل فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري من شأن ما صدر عن جامعة الدول العربية تجاه وصف حزب الله بالإرهابي، مبينا أن التوصيف جاء تقديرا لبعض التصرفات وأن المجتمع الدولي لا يملك رؤية موحدة حول تعريف الإرهاب، مؤكدا أن حزب الله له وضعية خاصة في لبنان، ولبنان دولة شقيقة وتعاني من اضطراب ضخم في أوضاعها الداخلية، وهذه قضية يتم حلها على مستوى الشعب اللبناني. يا
من جديد أهلا بكم مشاهدينا الأكرم، ولإيضاح الأمر أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت المحلل السياسي فيصل عبد الساتر. أهلا بك سيد الكريم. يعني بداية، وفق أي معيار يمكن تحديد أن هذا الشخص متعاطف مع هذه الفكرة أو تلك؟ يعني هنا ينتمي أو لا ينتمي، يمكن الحديث بهذا، لكن متعاطف تبدو غريبة بعض الشيء. يعني مساء الخير، اولا شكرا لهذه الاستضافه، مساء الخير لمشاهدي قناه مساء النور، وشكرا لتسليط الضوء على مثل هذا الموضوع الهام الذي تشارك فيه اللبناني والعراقي، وربما في ايام لاحقه لا ندري من هي الجنسيه التاليه التي ممكن ان تطرد من بلاد الخليج او من بعض الدول الخليجيه. نعم. على مبدا التعاطف او التأييد او الانتماء لم نعد ندري، يعني هل هي محاولة لفحص الدم أم محاولة لفحص الجينات؟ هل هذا الإنسان متعاطف أم منتمي أم أنه يعني فعلا متهم بأشياء معينة؟ للحقيقة الدول الخليجية لم تترك أي خيط فاصل بين الأبيض والأسود، وبالتالي يعني لا يمكن تفسير مثل هذه الحملات إلا بعنوان أنها جاءت تنفيذا لرغبات سعودية واضحة، وأن هذه الدول ربما بدأت يعني الآن يعني تعبر عن خضوعها الكامل للإرادة السعودية، وهذا أمر يعني سيترك أثارا سلبية كثيرة في علاقة هذه الدول وعلاقة شعوب هذه الدول مع شعوب الدول العربية الأخرى، لأن مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تكون إلا في مصلحة عدو الشعوب في المنطقة، عدو الأمة العربية والإسلامية، وهذا أمر سيترك الكثير من الأحقاد إذا ما ترك الحبل على الغارب كما يحدث الآن. نعم. طيب، يعني مثل ما ذكرت حضرتك بأن بعض دول الخليج تتصرف وكأنها تتابع أو تابع لقرار السعودية، فهي في الغرف المغلقة لا تريد أن تدخل في مهاترات تسبب انقسامات مجتمعية، وبالتالي يعني قد لا تقف المضايقات عند حدود اللبنانيين أو العراقيين أو غيرهم، فقد تأخذ الأمور منحة تصاعديا وتشمل مواطنين من داخل دول الخليج، يعني عندها ستكون الكارثة أكبر سيد الكريم. نعم طبعا، يعني وهذا ما يخشى فعلا، أن يتحول إلى مواجهات ويتحول إلى مشاحنات بين أبناء هذه الدول الأصليين وليس الوافدين كما هو الحاصل الآن مع اللبنانيين والعراقيين. يعني إذا كانت الانتماءات على أساس طائفي أو مذهبي أو على أساس حزبي فإن هذا أمر خطير وخطير جدا. أما أن يكون الأمر متعلق بتهم لها علاقة بموضوع قضائي فهذا أمر ممكن أن نفهمه، ويعني ممكن أن يعني يتفهم من بعض الدول أو من بعض الجهات السياسية، لكن أن يكون فقط الانتقام رغبة بتنفيذ بعض القرارات هنا أو هناك، هذا سيجعل هذه الدول أولا في عزلة تامة في مرحلة مستقبلية، وهذا سيترك أيضا الكثير من الأثار النفسية والاجتماعية السلبية والسلبية جدا في علاقة شعوب هذه المنطقة. ماذا لو يعني تغيرت الأمور الآن واتجهت بعض الدول إلى التعامل مع بعض العناصر الخليجية أو بعض المواطنين الخليجيين؟ نعم. بمثل هذا الازدراء أو بمثل هذه يعني التصرفات الغير مسؤولة؟ فأعتقد أن هذا الأمر ليس في مصلحتهم على الإطلاق. ثانيا، أن هذا الوجود للعراقي أو اللبناني أو المصري إنما هو وجود احتاجته هذه الدول في عز دين الفاقة التي كانت تحتاج فيها إلى يد عاملة وخبرات معينة. نعم. وهذا أيضا يعني مدعاة للسؤال، هل أن هذه الدول باتت ناكرة للجميل، وإلا أن هذه العمالة فقط يعني استغلت لأسباب معينة ومن ثم الآن يعني نتخلص منها ونترك الأمور مفتوحة على مساحات واسعة من التشنجات؟ لا ندري كيف ستبدأ وإلى ماذا ستنتهي. نعم. طيب سيد فيصل، ابقى معي لو سمحت لي بالعودة إلى ضيفي من بغداد السيد جمعة العطواني. يعني سيد جمعة، هل إبعاد اللبنانيين من الخليج هو جزء من عدم الحكمة لقرارات القيادة الخليجية؟ لا حقيقة، يعني هو ما يحصل في العراق والمنطقة نظام كنظام الخرز يتبع بعضه بعضا، بالتالي الاتهامات التي وجهت إلى حزب الله ووضعه تحت لائحة الإرهاب هي نفس الاتهامات التي وجهت إلى الحشد الشعبي المقاوم وأيضا وضع ضمن لائحة الإرهاب.
يعني هذا 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 البعد الطائفي التكفيري هو اصبح سمه بارزه في مواقف امارات الخليج بصوره عامه. نعم قد تكون الكويت هي مطيه تستخدمها السعوديه على اعتبار ان هنالك ثمه حاضنه فكريه تكفيريه في داخل الكويت، ربما اذا لم تقف الكويت مع نظام آل سعود بالتاكيد سوف يتحرك الوهابيون في داخل الكويت ويوجدوا حاله من الصراع في داخل هذه الاماره. نعم. والا اعتقد هنالك ثمه فرز في الخنادق. اليوم النظام السعودي حقيقه منفعل كثيرا ويتحرك بمراهقه سياسيه قل نظيرها بسبب الافلاس السياسي الذي لم يتحقق له من خلال مشروع في داخل سوريا، كذلك الخسائر الكبيرة والمهولة حقيقة التي مني بها في داخل اليمن، بالتالي انعكست القضية. الآن أصبحت أراضي السعودية مهددة بسبب ضربات القوية والمؤثرة لأنصار الله والشعب اليمني. نعم. بالتالي أصبحت تتعاطى طائفيا. السعودية ركبت الموجة وتحركت ضمن المشروع الطائفي الذي تريده أمريكا لتقسيم المنطقة على أسس عرقية وطائفية. نعم. ولهذا عندما تقول بأن الكويت تقول بأن كل من يتعاطف مع حزب الله، ذكرتي في بداية سؤالك حقيقة ما هو معيار التعاطف؟ أعتقد الانتماء هو واحدة من معايير التعاطف. نعم. كل شيعي يتعاطف مع حزب الله لابد أن يطرد. نعم. بل كل سني يتعاطف ويعد السيد حسن النصر الله رمزا من رموز المقاومة التي مرغت الكيان الصهيوني في وحل الهزيمة، يعد هذه واحدة من أدوات التعاطف، هذه المعايير التي تتعاطى مع الكويت وإمارة الخليج كافة مع من يتعاطف. سيد جمعة لو سمحت لي أعود إلى ضيفنا من بيروت السيد فيصل عبد الساتر. يعني سيد فيصل، يراهن الخليجيون على خلق رأي عام لبناني داخلي ضد حزب الله، يعني المبعدين، لكن يعني هذا من قبل المبعدين، لكن ألا تجد أن هذا المبعد ممكن أن يتعاطف أكثر مع حزب الله؟ يعني المسألة كما قلت ليس لها علاقة بموضوع الانتماء لحزب الله أو عدم الانتماء لحزب الله أو التعاطف من هنا أو التعاطف من هناك. يعني حزب الله كان يمثل ولا زال يمثل كما الحشد الشعبي الكثير من الحركات المقاومة عنصرا مهما في تاريخ هذه الأمة التي تحارب الإرهاب بحق وحقيقة. أما أن يتعامل مع الناس بهذه الطريقة العشوائية فقط لتبرير سياسات عنصرية وسياسات مذهبية وطائفية. نعم. تحت شعار وتحت ستار يعني من هنا وهناك لا يسمن ولا يغني من جوع، أعتقد أن هؤلاء يعني يتصرفون تصرفا غير مسؤولا ويعني كيديا وانتقاميا، وبالتالي سيترك أثار كما قلت نفسية واجتماعية وربما ما هو أبعد من ذلك. على كل حال لا أريد أن يعني أرسم خريطة كاملة لهذا الموضوع، ريثما يعني نعرف ما هي حقيقة يعني أبعاد مثل هذه الخطوات، وإذا ما استمرت وصولا في أكثر من بلد. طيب سيد فيصل، يعني سيكون يعني يصمت الفرقاء اللبنانيون الذين يدعون قربهم من الخليج خاصة السعودية جراء هذه المعاملة التي يتعرض لها اللبنانيون في الخليج، أليس الأولى بهم استخدام علاقاتهم لإيقاف معاناة الفاقدين لأعمالهم؟ يعني للأسف الشديد يعني موقف الحكومة اللبنانية لم يكن موقفا يعني فيه الكثير من المسؤولية والحكمة في هذا الإطار. أنت تعرفين أن السعودية أقامت الدنيا وأقعدتها في لبنان بعدما أصدرت مثل هذه القرارات، واستطاعت أن تفرز الساحة اللبنانية بين من هو مؤيد للسعودية وبين من هو معارض لمثل هذه التبعية العمياء للمملكة العربية السعودية. نعم. على كل حال يعني أن يوضع اللبنانيون ضمن هذه المعادلة، أنا أعتقد أن هذا الأمر يعني ليس في مصلحة أحد، يعني ليس المطلوب أن تصطف الناس ضد أو مع، المطلوب أن يكون هناك ميزان ويعني توزن فيه الأمور. هل هذا الذي يسجي هو لمصلحة هذه الدول؟ هل هو لمصلحة لبنان؟ هل هو لمصلحة السعودية؟ نعم. بالتأكيد يعني لن يكون هناك مصلحة لأحد في استمرار مثل هذه القضية الخطيرة. وأنا قلت أن هذا الأمر ممكن أن يعني يستكمل بما هو أبشع من ذلك. عندك لديك العديد من الدول الخليجية. نعم. فيها العديد من العناصر سواء العراقية أو اللبنانية، يعني الإمارات جل رجال الأعمال فيها من الإيرانيين، الكويت نفس الطريقة. نعم. قطر نفس الشيء. يعني يعني إلى أين سنذهب؟ ثم يعني إذا كان المقصود أن هؤلاء متهمون بمناصرة حركة إرهابية بحسب تصنيفهم،
ماذا عن مئات المعتقلين؟ نعم وضح الأمر سيد الكريم، شكرا لإمدادنا بهذه المعلومات السيد فيصل عبد الساتر محلل سياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك. سيد جمعة العطواني أعود لك، يعني كيف تعلق على موقف وزير الخارجية المصرية الأخير من اعتبار حزب الله منظمة إرهابية؟ هذا الأمر ما ذكرنا. طبعا بالتأكيد يعني كما تعلمون اليوم مصر مرتبطة ارتباط سياسي كبير مع النظام السعودي، وهي لا تريد أن تخرج من شرنقة هذا النظام وهذه المؤسسة اللي هي تمثل جامعة الدول العربية. أغلب المواقف التي اتخذت في جامعة الدول العربية هي مواقف مناهضة لكل الحركات المقاومة الإسلامية التي تقف بالضد من الكيان الصهيوني. لماذا؟ لأن هنالك ثمة تنسيق، ثمة إعادة علاقات كانت في السر الآن بالعلن ما بين النظام السعودي. سيد جمعة، لكن مصر تراجعت عن هذا الأمر. نعم، ولكن ليس إلى حد التقاطع مع النظام السعودي. بالنتيجة النهائية الأموال السعودية لا زالت حقيقة تتواجد وتؤثر في اتخاذ قرار سياسي في داخل مصر. يبقى السيسي هو أيضا يمثل إحدى نتاجات النظام السعودي، ولكن يريد أن يقف موقفا وسطيا. وأعتقد أيضا هنالك موقف للأزهر، هو الآخر المتماهي مع النظام السعودي، هو الآخر ضاغط على مواقف الحكومة المصرية. يجب علينا أن لا نستغرب من أي قرار تتخذه هذه الدول، سواء كانت مصر أو إمارات الخليج، لأنها هي نحت منحا طائفيا في التعاطي ليس فقط مع الدول والأنظمة العربية والإسلامية، بل حتى في داخل شعوبها اليوم. نعم. هل تعلمين بأن 20% من أبناء الشعب السعودي هم محكومون بالكفر ومحكومون بالقتل؟ نعم. أبناء المنطقة الشرقية يتجاوزون 20% في نظر الفكر الوهابي، هم كفرة روافض يجب قتلهم. نعم. بالتالي عندما تتعاطى أنظمة وإمارات ورجال الدين مع أبناء شعوبها، فمن باب أولى أن تتعاطى مع حزب مثل حزب الله ومع شعوب المنطقة على هذا الأساس. نعم، المحلل السياسي من بغداد السيد جمعة العطواني، كنت ضيفا خفيف الظل علينا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا حياتي. مشاهدينا، حلقتنا لهذا اليوم وحديث الثانية انتهى لحد الآن. تقبلوا تحياتي ميعاد عقيل والمخرج ظافر والمعاد رافد صادق وجميع كادر حديث الثانية. مع السلامة.